انا اسمي بوسي سعد، شغاله حداده في سوق الحدادين، شغاله من عند 7 سنين. طبعا الشغل دي المهنه دي ابا عن جد، فخوره طبعا بشغلتي وفخوره بمكالمه سياده الرئيس ليا وتكرمه ليا، حاجه جميله جدا، مبسوطه والله. واشكره طبعا سياده الرئيس ان انا وصلت لحضرتك، واشكر يعني المسؤولين برضه اللي جولي النهارده كلموني قالوا لي يا بوسي احنا تحت امرك، شوفي طلباتك ايه. فمحروقه بصراحه على طول مش عارفه اقول ايه. المهم قالوا لي في شقه تاخديها في محل الدمنه، اوضتين وصاله ومفروشه من فرش من كله. وبالنسبه للورشه شويه بس لما الدنيا تظبط حالها بس كده شويه، وهنسلمها لك واللي انت عايزاه يا بوسي. وطبعا عملوا لي معاش ان هو يتصرف لمده سنه. انا مبسوطه جدا والله، مبسوطه. متوقعه ان سياده الرئيس هيكلمك؟ لا حضرتك صراحه ما توقعتش ان انا هوصل لسياده الرئيس، رغم ان انا بشوفه بيعمل حاجات خير كتير وحاجات جميله جدا، بتبسط بقول يا ربي لو اي حد مسؤول من ناحيه يعني من يعني من اي مسؤول من طرف الرئيس ان يشوفني او يشوف حالتي، اي حد يساعدني. فسياده الرئيس بذات نفسه حاجة كبيرة جدا جدا، أنا بشكر سيادته وبقول لحضرته إن هو يعني ربنا يديله الصحة وخليه لينا ويبارك فيك يا سيادة الرئيس، لأن طبعا طول ما حضرتك موجود في خير، في سلام، في أمان في البلد. طبعا إحنا ولادك، مبسوطة بمكالمة حضرتك جدا، ولغاية دلوقتي والله ما نمت من كتر الفرحة، وولادي مبسوطين بشكروك وكلنا بنشكرك والله، بس بنشكر سيادتك. اقول ربنا يخليك لينا يا سياده الرئيس، واديك الصحه ويبارك فيك، ومصر بخير طول ما انت بخير وطول ما انت موجود، والحمد لله والله، وربنا يديك الصحه ويخليك لينا.